دور اليوم باسم كم عمله تشوم صدام كونغيو كيمبو غير مرغوب فيه ماشي مليح فيما يخص اليوم عندنا تدريب وطني للحكام من أجل ترقيتهم وتصنيفهم على الصعيد الوطني تطبيقا للبرنامج وكذلك تطبيقا لرسالة الوزارة الوصية عن القطاع فيما يخص تأهيل الحكام والمدربين وكذا استعداد لكأس العرش المقبلة إن شاء الله. وانتم كتعرفوا بأن كأس العرش يعني واحد المناسبة اللي غالية علينا جميع، بغينا نوجدوا لها حكام في المستوى ونستدعوا لها قناة وطنية ودولية ونديروها في مدينة سياحية باش نعرفوا برياضتنا أكثر وباش يدوز العرس الرياضي في المستوى المطلوب. بون التدريب الوطني اليوم اللي ضم جل العصاب والجهات الصاعد الوطني لتكوين وإعادة التكوين، وهذه النسخة السادسة للحكام، لأن التحكيم هو أساس الرياضة، وذلك استعدادا للاستحقاقات القادمة بما فيها كأس العرش كما صرح السيد رئيس الجامعة الملكية. كأس العرش يعني المناسبة اللي يمجدها جميع المغاربة، وإن شاء الله هذه الدورة كانت على غادي تكون على يومين لتخرج الحكام والحكامات باش إن شاء الله نفوتوا من بعدها للتكوينات على الصعيد الحكام على الصعيد الدولي. اليوم نتواجد بمدينة المحمدية في إطار التكوين وإعادة التكوين للحكام الوطنيين في دورته السادسة، ونحن اليوم في اليوم الأول ومازال غدا اليوم الثاني إن شاء الله. الحكام والحكمات كلهم جد ونشاط، يعني مقبلين على ما هو نظري وتطبيقي بروح رياضية عالية. نتمنى لهم التوفيق ومسيرة موفقة إن شاء الله. تانكسو في هذه الدوره هذه اليوم ان شاء الله اللي كاينين اليوم السبت وغدا الحد، غادي يكون في النهار الاخراني الحد غادي يكون تصنيف هذا الطاقم ديال التحكيم اللي غادي يكون ما بين درجه واحد وجوج وثلاثه باذن الله. هذا الملتقى التكويني ديال الحكام هو فرصه باش نتلاقاو مع جميع المدربين والحكام وكذلك الحكام القدام وجداد باش ان شاء الله نزيدو نكونوا الحكام يكونوا وطنيين ولما لا دوليين باش نزيدو بهذا الرياضه هذه الا وهي الطانك سودو، وان شاء الله نمثلوها احسن تمثيل في المحافل الدوليه لما لا.